فقط أو المئات فقط. أقول حتى ولو كنا رجلا واحدا أو كنا أربعة، طالما أن المطالب شرعية وأن المطالب ثورية فمن حقنا أن نقف هنا لنعبر عنها. وقلة العدد لا تعني ضعفنا ولا تعني عدم المبالاة إلى مطالبنا. مصري واحد يكفي عند مطلب شرعي أو مطلب ثوري. وإنني أقول أن هؤلاء العشرات أو المئات مهما كان عددنا أشرف عند الله عز وجل من ملايين جلست في بيوتها بجوار نسائها ولم تشاركنا في هذه المطالب. وإنني أثق أن جموع الشعب المصري ممن هم في بيوتهم الآن معنا بقلوبهم، جموع الشعب المصري التي يقولون عنها القلة الصامتة أو الأغلبية الصامتة وبيزوروا الحقائق ويقولوا إن هي معاهم، لا، الأغلبية الصامتة معنا إحنا. قانون الخصخصة الذي أنشئ خصيصا لبيع ممتلكات مصر إلى هؤلاء الفاسدين. ولماذا لم نعد نسمع شيئا عن هؤلاء المتهمين؟ هل لازالوا في السجون؟ أم أنهم ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج؟ أين هم الآن؟ لا نسمع شيئا عنهم ولا عن محاكماتهم ولا عن ملاحقة الفاسدين الباقين الذين لا زالوا في بيوتهم وفي قصورهم حتى هذه اللحظة. هل انتهت الثورة المصرية؟ أبدا لم تنتهي، ولن تنتهي إلا بمحاسبة كل الفاسدين. أطالب بأمر أخير ولعله قبل الأخير. نحن هنا في التحرير كنا ننادي دائما بأن يقف الشعب المصري بكل طوائفه صفا واحدا، وذلك لأن الله عز وجل جعل النصر في الوحدة. النصر دائما يكون مع الاتحاد. ولذلك قلنا أن الإخوان والسلفيين والليبراليين واليساريين وكل الفئات والطوائف والتيارات السياسية في مصر هم إخوان بعض، يدهم في يد بعض لخدمة هذا الوطن. وإنني أرفض التخوين لأي أحد، أرفض أن يخون الليبرالي أو أن يخون السلفي أو أن يخون الإخوان. الليبراليون كانوا معنا والإخوان كانوا معنا والسلفيون كانوا معنا. وإن كان هناك أفراد من هذه التيارات أو من تلك التيارات وقفت أمام، وبحق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحق الإسلام علينا أنادي بالمصالحة بين فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة وفضيلة العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الأستاذ الدكتور علي جمعة أنا أشرف بأن كنت طالبا له، أستاذي وشيخي وعالم جليل ورجل فاضل. الشيخ أبي إسحاق الحويني رجل فاضل وعالم جليل وهو شيخي، ومن الواجب الآن أن تجرى مصالحة شاملة بين كل أبناء الوطن وبين الشيخ أبي إسحاق والعلامة الدكتور علي جمعة، لأن مصر بحاجة إلى جهود العلماء المخلصين في لم الشمل ومن أجل وحدة الصف، وحتى لا تبقى الخلافات بين العلماء على صفحات الجرائد يسجلها التاريخ ليشكل حقبة سوداء من تاريخ هذه الأمة. ننادي بالمصالحة بينهم. قال الله عز وجل: والصلح خير. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أناشدهم العفو وأناشدهم الصلح وأناشدهم الحب. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ونبقى جميعا علماء ودعاة ومشايخ وشعب
ونساء في البيوت وشباب، نبقى جميعا يد واحدة.